كرش يا ست زازا. ايه يا كرش؟ مفيش حاجة. في ايه؟ انت ايه؟ انا بحبك. ايه؟ ما تخافيش كرش. ده انا حنيب. ارجوك يا كرش. ما تخافيش. ارجوك يا كرش. انا عايزك. هما مش احسن مني. هما مش احسن مني. كرش ايه اللي بتعمله ده يا كلب؟ اخدتيك يا قليل الادب يا عدم التربية. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه؟ الكلب ده الكلب ولا ايه اللي بتعمله ده؟ بس انت وهو انت سايبنا نشتغل في المركب وقاعدين هنا تتخانقوا برضه؟ يا عالم حرام عليكم، ده انا انسان محبوط دم وعندي صحة بتهد كباب. اودي الصحة دي فين؟ بصراحة لازم زازة تبقى بتاعتنا كلنا. كرشة هو يا حاج راجل بيتجوز أربع ستات، الست ليه ما تتجوزش أربع رجالة في الظروف المنتنة اللي احنا فيها دي؟ ايه التخريف اللي بتخرفه ده يا تف؟ يا حاج الكلام اللي بيقوله كرشة ده مظبوط. ايه هو ده اللي مظبوط يا ملحد يا كافر؟ ما اسمع بقى منك ليه؟ أنا لا يمكن أبدا أسمح لواحد فيكم ينطق بالكفر ده قدامي مرة تانية، فاهمين؟ ما هو حق أنت تخلص خالص. ثم أنت نسيت إن الست زازة تبقى مراتي؟ ما أنت خلاص طلقتها يا حاج. طلقتها لحظة غضب ومن حقنا أردها. يعني إيه بقى؟ يعني هرد الست زازة من الليلة دي عشان أمنع المسخرة اللي بتحصل دي. نجوم السماء عرب لك. أنا من حق الشرعي إني أردك، قبل انتهاء شعور العدة، وشعور العدة لسه ما خلصتش، يعني أنت دلوقتي مراتي ولازم تسمعي كلامي غصب عنك، فاهمة ولا لا؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده ما يخش ذمتي بمليم. اخلصني يا ليلة الأدب يا بشعة. ابعد عن زازة يا حاج، مالكش دعوة بيها. النبي ما تكونش فاكر إنك بتخوفني بالمسدس ده. لآخر مرة بقول لك ابعد عن زازة وإلا هضرب في المليان. المسدس ده فيه رصاصة واحدة، لو ضربتها عليا كرشة هيخلص عليك، ولو ضربتها على كرشة أنا بقى اللي هخلص عليك. نسيت إن أنا معايا الخنجر؟ متضحكش على نفسك يا زي أحمد، أنت ما أنتش قد الخنجر ده. ده وين المسدس؟ هات المسدس، ده مسؤولية وأنت مش قد المسؤولية دي. ارجع يا حاج أحسن لك، أنا مش أحمد بتاع زمان. ده وين يا زي أحمد المسدس؟ ناولني المسدس. هات عرضت يا حاج. لا سيب رقبته دلوقتي، لازمانة عشان المركب، وسيب له الخنجر والمسدس كمان، خليه يتعايق بيهم. المسائل دي عايزة قلب مش تهويش يا باشمهندس. اتفضلوا بقى من غير ما تروح. وانا كمان حق انت قبل منه. اما حكاية والله يا اولاد. سلامات يا استاذ انصتنا. الله انصك. على فكرة انت راجل طيب اوي. ده بس من اصلك. ايه بتشبع عليا ولا ايه؟ لا ابدا، بس كنت بفكر في الحل اللي انت قلته. حل ايه؟ ان زازة تتجوزنا احنا الاربعة. تعرف ان ده حل ما يقولهوش الا واحد عبقري. بس خساره بقى، الحق مرضيش، بس انا متهيألي ان ده برضو يبقى كفر. والجوازة دي مش كفر؟ اشمعنى هو يتجوزها؟ ما اتجوزهاش انا ليه؟ ما هو قال ان انت ما تقدرش تلمها. طب وانت ما تقدرش تلمها؟ ما تتجوزهاش انت ليه؟ صحة وشباب وجمال. بس انا ايش وصلني للحج ده؟ الحج جابني وانا قد كده، هو رباني ولحم كتافي ده من خيره، هو اللي خلاني زي ما انت شايف كده بني ادم.
بس على فكرة هي مستظرفاك انت. هي قالت لي انها شايفة فيك حاجة جذابة.